معانا الزميل العزيز كريم احمد، هو موجود هناك. كريم صباح الفل عليك، واتفضل احنا سامعينك، تعرفنا بقى الاجواء عندك عامله ازاي والحاله المعنويه عند اللعيبه شكلها ايه. اتفضل. بص يا كريم، طبعا برضو اضافه لكريم عشان نسيب لك المساحه، طبعا صباح الخير وتحياتنا ليكم طبعا للجزائر من مصر، لكن عايزين نعرف التفاصيل كلها، يعني بدايه بدرجات الحراره، الاستعدادات، الاوضاع هناك، الصحافه بتتكلم ازاي، الكواليس بتاعه الاجتماعات اللي دايره، يعني خلينا نطمن منك على كل حاجه مع البعثه. اتفضل يا كريم. صباح الفل عليكم طبعا، وبرحب بيك في البدايه طبعا زميلتي العزيزه نهواندو، كل التحيه للزميل العزيز كريم وضيفك طبعا الكريم. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول تنقصنا خطوه مهمه جدا للمباراه النهائيه، مباراه وفاق ستيف طبعا، يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. كريم بنزيما، كريم بنزيما، صباح الفل. صباح الفل ميشيل، انا كنت الحقيقه يعني روحه ممتازه جدا ورائعه جدا، على طول بيكون معانا قيمة كبيرة جدا الحقيقة، وإضافة كبيرة جدا لحراسة مرمى للنادي الأهلي، الكل الحقيقة، الجهاز الفني على أعلى مستوى، لاعبين خبرات كبيرة جدا، قامات كبيرة جدا. أما بنقول النادي الأهلي يصل إن شاء الله للعام الثالث على التوالي إن شاء الله بإذن الله بمشيئة ربنا للمباراة النهائية، ده مجهود كبير جدا الحقيقة بيبذل من مجلس إدارة النادي الأهلي، اللاعبين، الجهاز الفني، تكاتف الجمهور، الكل الحقيقة، منظومة متكاملة، يا رب إن شاء الله تكمل على خير في المباراة المنتظرة من كل جمهور النادي الأهلي. عايز طبعا أطمنكم بشكل عام على الحالة وعلى تركيز اللاعبين، الأمور، الترتيبات، البعثة، كل الأمور دي طبعا من خلال شاشتنا، شاشة قناة النادي الأهلي. تعرفوا طبعا زميلتي نهواندو مباشرة كان في تدريب أمس، تدريب أخير على ملعب مختار التتش، كان في 10 صباحا مباشرة عقب انتهاء المران، توجه اللاعبين طبعا إلى مطار القاهرة بصحبة وبرفقة رئيس بعثة النادي الأهلي الوزير عامر فاروق، طبعا نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برفقة الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وأيضا الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة، السيد طارق أنديل. الحقيقة في اهتمام كبير جدا لهذه المباراة. يمكن كمان مجرد وصلنا إلى المطار استقلالنا الطائرة 4 ساعات، وصلنا مباشرة إلى مطار الجزائر اللي كان في استقبالنا الحقيقة السفير مختار وريدة، طبعا سفير مصر هنا في الجزائر والسفارة بالكامل، وبعض طبعا من الجالية المصرية المتواجدة طبعا، هم كل المحبين النادي الأهلي اللي استقبلوا الحقيقة النادي الأهلي بالهتاف أفريقيا أهلي. روح كبيرة جدا، وواضح للنادي الأهلي مركز بشكل كبير جدا في التدريبات. أيضا كمان الترتيبات هنا مميزة جدا من جانب السفارة، وأيضا كمان جانب وفاق ستيف اللي بيحاول طبعا يسهل الأمور، لأن المعاملة بالمثل. أنت عارفة زميلتي نهواند، زميلي كريم، النادي الأهلي تحديدا أي ضيف أو أي فريق ضيف بيكون متواجد في القاهرة كل الأمور بتكون على ما يرام، وأحسن كمان من كده كمان عشان كمان تكون المعاملة بالمثل في المباراة زي مباراة العودة وهي مباراة وفاق ستيف. أقدر أقول لك الحالة المعنوية والحالة الفنية وحالة التركيز لعيبة النادي الأهلي كانت باينة بشكل كبير جدا من المباراة الأخيرة، بعيدا عن النتيجه ضيعنا وحطينا يمكن ضيعنا فرص كتير جدا، كور في العرض وامور كثيره جدا، لكن واضح الجديه، واضح التركيز والحماس الكبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، هو ده الحقيقه اللي احنا بنراهن عليه، شخصيه اللاعبين، روح الفانيله الحمراء. ايضا كمان كابتن محمود الخطيب الحقيقه وقيمته الكبيره باجتماعه مع لعيبه النادي الاهلي قبل التوجه الى مطار القاهره، الكلمات كانت مؤثره جدا من الكابتن محمود الخطيب وتحفيزه المستمر والداعم لفريق النادي الاهلي. احنا لسه ما وصلناش المباراه النهائيه، بعيدا عن نتيجه 4-0 احنا رايحين هذه المباراه بنتيجه 0-0، هو ده الوعي الكبير اللي احنا بناكد عليه مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين الكبار، كل اللعيبه الكبار في اجتماعات مستمره، ايمن اشرف، علي معلول، السليه، الشناوي، كل اللعيبه الحقيقه بتتكلم على هذا الامر، لابد ان احنا يكون في حسم، لابد ان احنا نظهر بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي بعيدا عن النتيجه السابقه وهي المباراه الاولى. الامور مطمنه جدا بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي، زميلتي نهواند، زميلي كريم، النهارده يمكن البرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي يعني من لحظات بسيطه جدا انهى لاعبي النادي الاهلي وجبه الفطار، مباشره هكون بعدها طبعا بساعتين 2 ظهرا بتوقيت الجزائر اكون وجبه غداء، على ان يكون تحرك فريق النادي الاهلي في السابع والرابع الى التدريب الاول، طبعا تدريب ملعب التدريب بيبعد هنا 25 او 30 دقيقه لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله اليوم الاول والتدريب الاول بيبان وبيدي انطباع كبير جدا على حاله التركيز اللي فيها لعيبه النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله يحافظ على اللاعبين، عايزين نحافظ على بعض، مش عايزين نفقد اي لعيب في التدريبات خلال الايام القادمه، ويا رب ان شاء الله زي ما التوفيق كان معانا في المباراه الاولى يكون ايضا كمان توفيق مع فريق النادي الاهلي في المباراه القادمه. ان شاء الله خير باذن الله. بنشكرك جزيل الشكر طبعا، تغطيه كافيه ووافيه كالعاده، زميلنا العزيز كريم احمد المتواجد حاليا في الجزائر، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا كريم، ويرجعوا لنا منصورين ان شاء الله، نرجع يعني بسكور كده يشرفنا وتاهل يليق بالنادي الاهلي واكيد بمصر باذن الله.